متابعي قناة كريم فرنسي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قناة فرنسي سامبليفيا بكريم، يعني فرنسية مبسطة مع كريم. Aujourd'hui, on va voir les conseils d'or pour apprendre le français. غادي نعطيكم بعض النصائح مهمة باش تعلم اللغة الفرنسية. بيان، أولا قبل ما أعطيكم هاد لي كونساي، غنعطيكم واحد لو بروفيرب فرونسي، بيان كيلكو بروفيرب فرونسي كيحتو على لا فولونتي لا كونفيكسيون الشجاعة. لا فولونتي الرغبة، لا كونفيكسيون الاقتناع بشي حاجة، والشجاعة. كاين واحد لو بروفيرب فرونسي كيدي A cœur vaillant, rien d'impossible. Ça signifie, avec du courage, la conviction, on vient à bout de tout. On peut réussir tout ce qu'on entreprend. يعني مع شوية الشجاعة، شوية الاقتناع، كنوصلوا لأي حاجة، كننجحوا أي حاجة بديناها. هذا خاص يكون عند أي واحد بغي يتعلم أي حاجة، مقدم على أي حاجة. Deuxième proverbe, si on veut, on peut. Si on veut, on peut. إلا بغينا شي حاجة غادي نوصلوا ليها. كوت كوكوت. كوا كي لاغيف. مهما يقع، مهما يكلف الثمن. كاين بروفيرب 3. سي لو بروميي با كي كونت. ديما الخطوة الأولى هي اللي مهمة. إلا بغيت نقدم على شي حاجة خاص تكون عندي الشجاعة. ما نبقاش نسوف. سوف سوف غدا بعد غدا بلاتي بلاتي. بيان. دابا غنمشيو ليتاب. لا دوزيام ايتاب. Apprendre les règles de la langue par cœur. يعني إلا بغيت نتواصل، si je veux communiquer, si je veux écrire, donc خاصني نستعمل la langue. ولا langue عندها des règles، يعني قواعد، خاصني نحترم نحفظ القواعد par cœur، عن ظهر قلب، ما كيهمنيش اش كتعني. مستقبلا غادي نعرف، بحال مثلا لي زيليف اللي كيكونوا في الروض او التمهيدي او الحضانه، كيعلموهم لا لونغ، سواء اغاني سواء اناشيد سواء مسرح، ما كيهموش واش كتعني ديك الكلمه المعنى ديالها، حتى يكبر ويعرفها. 3 il faut apprendre des mots et des phrases quotidiennement. تعلم كلمات وجمل يوميا. نشرح لك. supposons je vais apprendre 30 mots par jour. نفترضوا غنتعلم 30 كلمه يوميا. une phrase par jour. في ظرف 3 mois, 90 يوم غادي je vais apprendre 90% de la langue. 90% ديال la langue. مثال اخر، si j'apprends 5 mots par jour, 5 مضروب في 30 كتعطيني 150 mots par mois. 150 كلمه في الشهر كتعطيني في السنه 1800 كلمه. 1800 mots par année. هذا سي ان غران نومبر دو مو. يعني كومون ديراج، je vais avoir un grand vocabulaire. لأن اللغة كتعتمد على الفوكابولير، تحفظ الفوكابولير شاك شو. كاتريام كونساي، حتى هو مهم، ايكوتي لا لونغ اي ايسي دو لا براتيكي. خاصني نسمع اللغة، خاصني نسمعها في التلفازة، في الراديو، نسمع الناس كيتكلموا بها، افلام، وخاصني نطبق داكشي اللي تعلمت. جو دوا لو براتيكي، سواء على ميزون، سواء دون لا رو، سواء دون لو كافي، افيك مي كاماراد، avec mes amis. يعني خاصني براتيكي. il faut pratiquer. il faut pratiquer. 5 il faut fréquenter des gens qui maîtrisent le français ou qui ont envie de l'apprendre. خاصني نمشي مع ناس اللي كيتقنوا الفرنسي، صحابي، او عندهم رغبه فاش يتعلموها. اللي عنده رغبه غادي يعاونك وغادي يوصل. 6 هذا اللي مهم حتى هو، avoir confiance en soi. خاص تكون عندي الثقه في نفسي، ما نتوقفش وما نتراجعش، ما نقولش لراسي اني كنتكلم خاطئ، اني ما غنتعلمش، او خاطئ النطق ديالي خاطئ، هادشي صايب عليا. نو، خاصني نوهم نفسي باني اتقن اللغه. يعني جدو افوار كونفيونس اون مو، ثقه في النفس. تكلم ولا تخاف من الاخطاء. ما تخافش من الاخطاء، لان الاخطاء هما مبحوث عنهم في البيداغوجيا. L'erreur et les rechercher. Il y a des choses qui sont les gens. Il y a des choses qui sont les gens. Tu ne vas jamais apprendre. Je ne vais pas apprendre. Il y a des choses qui sont les français. Pour réussir, pour apprendre le français,
هما لي كلي مفاتيح هما لونفي الرغبه لا كونفيكسيون الاقتناع لا براتيك خاصني براتيكي نطبق داكشي اللي تعلمت لا بيرسيفيرونس الاستمراريه اون بو با دوني ا بوار ان ميك هنا با سواف واحد البروفير كيقول لك ما يمكنش نعطوا لواحد الانسان يشرب الا ما كانش عطشان يعني خاص تكون عندك اون سيرتين سواف بوغ ابروندر الفرونسي الى عندك العطش لشي حاجه راه غادي تشرب غادي تشرب Donc bon courage, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et faites j'aime. Donc, fa'lou, jaras, ou dire abonné, pour vous salcom koul jetit. Il a l'éca, fil hissal qadima, inshallah.